قفزت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، ما قد يؤدي إلى انعكاسات عدة على مستوى الأمن الغذائي للكثير من الدول. ويبدو أن التغير المناخي هو سبب في شح كميات الأرز، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعاره. التهديد الأبرز يأتي من تايلاند، وهي ثاني أكبر مصدر للأرز، إذ أن شح المياه هناك دفع السلطات أن تطلب من المزارعين التحول نحو محاصيل تحتاج إلى كميات أقل من المياه. جدير بالذكر أن معدل هطول الأمطار التراكمي في المنطقة المركزية الرئيسية لزراعة الأرز جاءت أقل بنسبة 40% من المعدل الطبيعي لهذا العام. أما في الهند التي تنتج أكثر من 40% من هذه السلعة عالمياً، فحظرت شحن الأرز في محاولة منها لحماية الإمدادات المحلية، الأمر الذي أثار الذعر في بعض البلدان، وهو ما دفعها للشراء بقوة لرفع المخزونات. ويعتبر الأرز عنصرا حيويا للوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في قارتي آسيا وأفريقيا.